من كمال الأدب تجاهلك قليل الأدب. هنا كنت ممكن أن نخدمه مهارة التجاهل، يعني كيف ما كنقوله في عادتنا من تمام الذوق إعراضك عن عديم الذوق. يعني هذا الإعراض كيجي على شكل تجاهل، عدم إظهار أي ردة فعل منك يوقع علينا هذاك الفعل. خاصنا نكون عندنا الإدراك دياله، ولكن ما نبينوش للشخص اللي أمامنا أننا عرفنا، ولكن كنقدو نبينو ليه عن طرق أخرى من خلال أنواع التغافل. هذا هو الجميل في الأمر. جيد. عندنا مع من يجب أن نتعامل بالتجاهل؟ يعني في أي موقف ربما كيطل من أننا نتجاهله بعض الأشخاص، أو لا تقدروا نسحبوا يعني بكل هدوء؟ قبل ما نتطرقوا معاه من غنقدوا نتعاملوا بهذا الموقف، خاص الناس يعرفوا شنو هما التجاهل. نقدوا نخدموا حتى التجاهل على شكل أنواع، كل نوع مع من كنخدموه. حيت اللي ما عرفش يخدم التجاهل يقدر يرجع عليه كيف ما قلت أستاذة بسلبية، صحيح، يقدر ضره. دونك خاصو يعرف هذه الأنواع التجاهل مع من يتعامل معاهم. تماما. كاين عندنا ثلاثة أنواع: تجاهل تربوي كيهدف لينا أننا نعدلوا السلوك ديال ذاك الشخص اللي أمامنا، وكنتسناو منه الرجاء أنه يستقم معنا ويرجع يتعذر على ذاك الشيء اللي دار لينا. نعم. يتسمى تجاهل تربوي. أما النوع الثاني هو التجاهل التأديبي. ما معناه؟ كيهدف أننا نعطيه دروس فورية وآنية للشخص اللي أمامنا باش يعرف أنه راه سيء الأخلاق وكيستخدم هاد العادة حنا ما كنحببوهاش وما كنبغيوهاش مع الناس اللي ما كيقدوش. صحيح. كنقولوا نرجو إصلاحهم، يعني الناس خاصهم في الحال تجاهل تأديبي بدون نقاش. نعم. وكاين الناس كنديروا معاهم تجاهل خبثي، كيف ما كنقولوا، كيكون أعلى من الناس اللي عندهم مصالح، وغالبا كيكون هاد صاحب السلوك معروف بأسلوب تملق الآخرين، يتملق باش يستافد منهم ويتميز منهم بالقدرات ديالهم والمعارف ديالهم، ومني كيسالي منهم كينساهم بمجرد بلوغ المقصد ديالو كينسحب وكينكرهم. هذا كيتسمى تجاهل خبثي. يعني نعم. نحاولوا نفرقوا بين التجاهلات باش كل شخص يعرف اش كاين.